انتو بين الأربعين والخمسين سنة، هيدا الفيديو لكم. تمرين بيعطينا صحة الجهاز العظمي، قدرتنا حتى نحن نوقف ونمشي بعد السبعين. خلونا نعمل مع بعض هالتمرين. مول هذا التحدي بعد عمر السبعين، ولا بتقدر تمشي بطريقة طبيعية أو رح تقوص عصا مرسيكي. هذا الفحص اللي بدنا نعمله هلا هو خصص للاشخاص لاعمارهم بين ال 40 وال 50 سنه، لكن بتكونوا قاعدين ايديكم هون، علوا اجركم وشوفوا اذا فيكم توقفوا. اذا قدرتوا تعملوا هذا الفحص، هذا بيعني انه الارجح عمر 70 ما رح تقوزوا عصا، اذا ما قدرتوا عملتوه فاذا حتقوزوا عصا. هون اهميه ساعتها تستشيروا معالج فيزيائي او اخصائي تقويم عظام لتشوفوا شو المشكله اللي صايره عندكم لتصرفوها كرمال بعمر السبعين تقدروا تمشوا وما تقوزوا عصا. خبروني بالتعليقات طبقتوا التمرين صح وشو كانت النتيجه. الموضوع كتير مهم، اذا كنا ما قادرين نطبق هذا التمرين نروح فورا لعند استشاري حتى يعطينا مجموعه من التمارين ونقوي الجهاز العظمي عنا. وإذا كان في عنا نوع من هشاشة العظام لدى السيدات فورا نعالج هشاشة العظام، أكيد بنظام غذائي لا فيتامين د، الكالسيوم، المعادن كلها، وأهم شيء الأستروجين، لأنه الأستروجين هو اللي بيحمي الجهاز العظمي من التآكل.